ما أحلى العودة إليه، عودة الدور الأعرق والأشهر في المنطقة العربية والإفريقية. فأهلا وسهلا بكم من جديد مع دور نايل بنظامه الجديد. يحل المصري البورسعيدي ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش في يوم افتتاح دور نايل على ملعب السويس الجديد. يدخل صاحب الأرض بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني وعينه على 3 نقاط من أجل وضع فريقه في مركز آمن منذ البداية والابتعاد عن الحسابات المعقدة. ويملك فريق طلائع الجيش العديد من عناصر الخبرة التي ربما يكون لها دورا كبيرا في مباراة الليلة، مثل الوافد الجديد باسم مرسي والمدافع العائد من جديد بعد رحلة احتراف محمد فتح الله. على الجانب الآخر، يمني مدرب المصري علي ماهر النفس في استمرار حالة التوهج التي يعيشها الفريق البورسعيدي تحت قيادته. فبعد احتلاله المركز الرابع الموسم الماضي من دور نايل وتأهله إلى مرحلة المجموعات من مسابقة الكونفدرالية، يأمل أن يبدأ ماهر المسابقة المحلية العريقة بانتصار يواصل به مسيرته الناجحة. وربما يعاني المصري في مباراة اليوم دفاعيا بسبب كثرة الإصابات، أبرزهم المخضرم محمد دبش والوافد الجديد خالد صبحي، ما يجعل علي ماهر يفكر في الدفع بالظهير الأيمن كريم العراقي بجوار باهر المحمدي. مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة بين فريقين يأملان أن تكون بدايتهما قوية في دور نايل تحت قيادة فنية بين مدربين مميزين، فمن سيحسم هذه المواجهة؟